انتظراني، أنا قادم معكما. إذن هيا أسرع. ها أنا أحاول. لا يمكننا أن ننتظرك، أنت بطيء جدا. كيف حالك يا عم مصباح؟ جئنا كي نستمع لحكاياتك الجميلة. أهلا بكم يا فوانيسي الصغيرة، أنا أيضا اشتقت لكم ولنوركم الجميل. أين صاحبكم ضياء جميل الابتسام؟ تقصد بطيء الأقدام. ألم أطلب منكما أن تنتظراني؟ لو انتظرناك لما وصلنا اليوم. أجل، فأنت لا يمكنك الجري مثلنا، كنت ستؤخرنا. إذن لن أذهب معكما إلى أي مكان بعد الآن. نحن لن نأخذك معنا. بل أنا الذي لن آتي معكما. هذا أفضل. مهلا يا فوانيسي المضيئة، أخبروني ما المشكلة. طلبت منهم أن ينتظروني لنأتي معا، فتركوني وقفزوا سريعا، وأنا لا أستطيع اللحاق بهم. لا عليك يا ضياء، فما تراه في نفسك عيبا قد يكون هو ما يميزك. العيب يكون ميزة؟ هل هذه فزورة يا عم مصباح؟ هل تقول هذا لتخفف عن ضياء يا عم مصباح؟ أبدا، هذه هي الحقيقة. ما رأيكم أن أحكي لكم حكاية لتفهموا ما أعنيه؟ نعم، احكي لنا حكاية. نعم، هيا يا عم مصباح، احكي لنا حكاية. إذن فلنصلي على النبي في البداية ثم نبدأ الحكاية. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في قديم الزمان وفي إحدى البلدان كان يعيش الكثير من السكان، وكان لهم أنوار وألوان وضوء شديد اللمعان، وكان بينهم فانوس صغير ذو قلب كبير، وزنه خفيف ونوره ضعيف ضعيف. وفي أحد الأعياد أعلن أمير البلاد عن مسابقة مثيرة وحفلة كبيرة. يعلن أمير البلاد عن مسابقة يختار فيها فانوسا واحدا ليكون الفانوس الرئيسي بباب القصر. أنا طبعاً الأفضل، فلوني بلون الفضة وشكلي جميل. بل أنا الأفضل، لأن الذهب أجمل من الفضة، وأنا بلوني الذهبي سأذكر الأمير بالتاج الذي فوق رأسه. أنا ألواني كثيرة وجميلة، ولذلك سأعجب الأمير. كلما نظر إلي سيرى ضوئي بلون مختلف، فأنا أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. واجتمعت أجمل الفوانيس البراقة الطموحة المشتاقة، وكل فانوس يتبختر كالطاووس، وقد زينوا الرؤوس لعل أحدهم ينال إعجاب الأمير فيفوز بالمنصب الكبير. الفانوس التالي. ها؟ أتسمح لي بالمشاهدة؟ اذهب من هنا. من فضلك أريد أن أمر. هذا المكان ليس لأمثالك. أريد أن أشاهد الاحتفال. ابتعد أيها الصدئ.
جوهرتي، أين جوهرتي؟ تفضل، ها هي. هذا هو فانوس القصر. أنا يا سيدي؟ لا، بل هذا. أنا يا سيدي؟ لا، بل هذا الصغير. ها؟ 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 فوانيس مدينتنا وفانوساتها الكرام، لقد اختار مولانا الأمير بعقله الكبير هذا الفانوس الصغير ليكون فانوس القصر. ولماذا اختار الأمير هذا الفانوس الصغير؟ صحيح يا عم مصباح، لماذا اختاره من بين كل هذه الفوانيس الجميلة؟ انتظروا أيتها الفوانيس لتسمعوا الحكاية للنهاية. نعم، أكمل يا عم مصباح. هيا يا عم مصباح أكمل. نعم، فلنكمل الحكاية. ماذا كانت الحكاية؟ الفانوس الصغير يا عم مصباح، فانوس القصر. نعم، تذكرت. مر من الوقت الكثير ولم يتوقف الفانوس الصغير عن التفكير. لماذا يا ترى اختارني الأمير لأكون فانوس قصره الكبير؟ ها؟ من هذا؟ من يا ترى هذا الذي يخرج من القصر في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ شيء عجيب، ماذا يفعل؟ قف مكانك. اتركني. لابد أن أعرف من أنت. دعني وشأني. من أنت؟ ها؟ مولاي الأمير؟ لقد كشفت السر. ماذا تفعل يا مولاي في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ أنا أبتغي مرضاة الله جل علاه بصدقة السر، فأخرج كل ليلة قبل الفجر لأعطي الأموال في الخفاء للمساكين والفقراء، ونورك الضعيف يساعدني على ألا يراني الناس عند خروجي فيجتمعوا حولي ويكتشفوا أمري. ولهذا السبب اخترتني لأكون فانوس القصر من أجل نوري الضعيف؟ نعم يا بني، فما تراه أنت عيبا فيك قد يكون أجمل ما فيك. وهكذا صار ضوء المصباح الصغير ميزة وليس عيبا. ويجب أن نتذكر دائما الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. حكاية جميلة يا عم مصباح، هل استمتعتم بها؟
بالطبع كانت حكاية جميلة. لقد اقترب الفجر، يجب أن نسرع كي نعود إلى البيت. هيا بنا. انتظروا لأحكي لكم قصة أخرى. سنعود غدا إن شاء الله. عم مصباح، هل أخبرتك من قبل أنني أحبك جدا؟ لا، ولكنك أخبرتني الآن. هيا يا ضياء، هيا بنا. إلى اللقاء يا عم مصباح. إلى اللقاء يا فوانيسي الصغيرة.